把它看着吧，好的吧，好。كتجيها الصفطة زوينة بزاف سهلة تقدر تتوجه فقط غير بهاد المكونات بدون فرن بدون بيض بدون دقيق يمكن نديرو هاد الترتيب على شكل مستطيل من بعد نديرو الجوز نحاول نديرو في جميع الأماكن الجوز ونديرو طبق أخرى ديال البسكوي اللي غادي نعملوها في الحليب البارد
ايضا هو دواء مفيد او مفيد بزاف للزهايمر، كيقوي الذاكره كثيرا. ونزوقوا بهذا الشكل هذا لي بسكوي. طبعا التزيين كيبقى احسن كل سيده. نديروا هذا الشكل هذا لي بسكوي في الوسط في على الجوز. وايضا نديروا الكريم شانتي على شكل الوريدات. التورته كتجي زوينه بزاف، المنظر ديالها هائل. نديروها في عيد اعياد الميلاد، نديروها في الحفلات، كتوجد في دار فواجيز بدون فرن، فقط هاد المكونات ساهلين. نتمنى تجربوها ان شاء الله تعجبكم. اذا نخليكم مع التزيين ومع الشكل النهائي، وبالصحة والراحة. عيد ميلاد سعيد للجميع ان شاء الله، حفلات دائمة، افراح ان شاء الله طول حياتكم بالفرح والسرور، وشكرا.